السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في الله، في فيديو جديد. قبل أن أبدأ الفيديو لا تبخلوا علينا بالاشتراك عبر النقر على أبوني وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد على قناتي. أصدقائي الكرام، أمس قام شخص بإرسال قالب لأجل شرحه له. هذا هو القالب، هو قالب لمتجر للألعاب والبرامج، فقررت أن أقوم بشرح لكم فيديو سوف أقوم بشرح لكم هذا طريقة التعديل على هذا القالب وإضافة داخله البرامج والألعاب حتى تربح منه من خلال الإعلانات. كما تشاهدون هذا هو القالب، قالب جميل جدا. كما قلت لكم قام شخص على الفيسبوك بإرساله لي من أجل شرحه له، لكن أنا قررت أن أقوم بعمل فيديو حتى أشاركه معكم وأشاركه مع ذلك الشخص الذي قام بإرساله لي. المهم هذا هو القالب، هذه النسخة المجانية التي تشاهدونها هي النسخة المجانية. إذا كنت تريد شراء القالب، النسخة المدفوعة، يمكنك شراء القالب من هنا. سوف أضع لكم الرابط لشراء القالب إذا كنت تريد شراءه ب$10، ويمكنك أيضا الحصول على النسخة المجانية من هنا عبر النقل على free download. وسوف يتم تحميل معك ملف ملف وينرار، عفوا كما تشاهدون ملف وينرار. تقوم بفك الضغط عليه بهذه الطريقة وسوف يعطيك ملف به النسخة المجانية. كما قلت لكم يمكنك شراء النسخة المدفوعة، ثمنها فقط $10. $10 ليس بالثمن الكبير، $10 مبلغ جيد لشراء قالب. وأغلبية القوالب ثمنها، أغلبية القوالب المدفوعة تبدأ ما بين $10 وما بين $15. المهم كما قلت لكم هذه النسخة المجانية التي سوف نعمل عليها اليوم، بها حقوق الملكية من الأسفل للقالب. كما قلت لكم إذا كنت لا تريد حقوق الملكية لصاحب القالب، فيمكنك شراء القالب عبر الموقع الخاص بهم. المهم نتوجه الآن إلى شرح التعديل على القالب المجاني. نقوم بالذهاب إلى بلوجر. كما تشاهدون هذا الشرح بدون أي، نقوم بالنقل على مدونة جديدة. كما قلت لكم هذا الشرح بدون مونتاج وبدون أي شيء. أنا قررت أن أقوم بشرح لكم هذا القالب بدون عمل مونتاج أو قص في الفيديو أو قطع في الفيديو. المهم سوف أقوم بمشاركته معكم بطبيعته. الفيديو سوف يكون طبيعي بدون قص أو لصق. المهم نقوم بكتابة، كما قلت لكم نتوجه إلى البلوجر. تقوم بإنشاء بلوجر. إذا كنت مبتدئ لا تعرف ما هو البلوجر، تقوم بإنشاء البلوجر الخاص ببلوجر، تقوم بإنشائه بالجيميل الخاص بك، ثم تقوم بالنقل على هنا. سوف تجدها فارغة، ثم تنقل على مدونة جديدة. تقوم بإنشاء عفوا اسم للموقع الخاص بك. نقوم بتسميته على سبيل المثال، هو متجر للألعاب والتطبيقات. سوف نقوم بتسميته على سبيل المثال داونلود. نقوم بتسميته داون أبيكا، داون أبيكا. أنا قمت بتسميته على هذا الشكل. أنت تقوم بتسمية الموقع الخاص بك كما تشاء أنت، أنا فقط أشرح لكم. سوف أقوم بتسميته داون أبيكا. المهم نقوم بإعطاء رابط للموقع. على هذا الشكل سوف يصبح لديك رابط للموقع. هذا هو الرابط، الموقع الخاص بك. يمكنك تغييره إلى دومين مجاني أو دومين مدفوع عبر حذف البلوك سبوت من هنا المجانية، وشراء دومين مدفوع أو شراء أو عفوا الحصول على دومين مجاني. المهم ثم نقوم بالنقر لإنشاء مدونة. كما تشاهدون تم إنشاء المدونة بنجاح. الآن نقوم بالنقل على المظهر هنا، ونقوم بجلب كود التنظيف الذي سوف أضعه لك أسفل الفيديو. كود التنظيف نقوم بنسخه، وبعد ذلك نقوم بالنقل على تعديل HTML، ونقوم بنسخ كل الأكواد هنا. نقوم بنسخها ثم نقوم بحذفها ثم نقوم بعمل كولي، ونقوم بالنقل على حفظ المظهر. بعد ذلك سوف نجد المدونة فارغة كليا. قمنا بتنظيف المدونة. الآن نقوم بتحميل القالب الذي سوف نعمل عليه. نقوم بالنقل على نسخة هنا. نقوم بالنقل على نسخة واحتياط واستعادة، نسخ احتياطي واستعادة عفوا، لا إله إلا الله. ثم نقوم بالنقل على هنا شوازي ان فيشي، ونقوم بتحميل ذلك القالب. ها هو القالب، نقوم بالنقل عليه أبيكا فيرسيون ثم نقوم بالنقل على التحميل. تم بنجاح. الآن نقوم بمشاهدة القالب. سوف نجده فارغ نحن لأننا لم نقم بإضافة عليه أي منشورات. كما تشاهدون الكتابة من اليمين، يجب أن تكون الكتابة من اليسار لأنها باللغة، لأن القالب باللغة الإنجليزية. نقوم بتغيير اللغة من هنا. ننقل على الإعدادات، ثم نقوم بالنقل على اللغة والتنسيق، وبعد ذلك ننقل على العربية من هنا، ثم نختار اللغة الإنجليزية الأمريكية أو المملكة المتحدة. أنا سوف أختار الولايات المتحدة، ثم ننقل على حفظ الإعدادات. بعد ذلك نعيد توجيه الصفحة، وسوف نجد الكتابة أصبحت من اليسار إلى اليمين بهذا الشكل. الآن بعد التعديل على الكتابة، الآن أصدقائي الكرام نبدأ على بركة الله في التعديل على القالب. قبل ذلك نقوم بإضافة مشاركات في القالب حتى يتسنى لنا فهم كل شيء. نقوم بالنقل على مشاركة جديدة، ونقوم بإضافة مشاركات حتى يصبح هناك مشاركات في القالب، ونبدأ في التعديل عليه. نقوم بالذهاب مثلا إلى هذا الموقع الذي يوجد به جميع التطبيقات الموجودة في البلاي ستور أو في أي موقع. سوف تجد جميع الأبيكا أو البرامج موجودة في هذا الموقع. ها هو رابط الموقع كما تشاهدون. هذا هو رابط الموقع، يوجد فيه الويندوز، الاندرويد، الماك، أي شيء تريده موجود في هذا الموقع. نقوم بالنقل على اندرويد مثلا، وسوف نجد تطبيقات الاندرويد. شاهدوا معي ترتيب هذا الموقع، ترتيبه على العالم 415، وترتيبه على البرازيل 228. المهم نقوم الآن باختيار تطبيق معين. نقوم مثلا باختيار هذا التطبيق، تطبيق الواتساب على هذا الشكل. نقوم بالنقل عليه. الأبيكا الخاصة بالواتساب تجدها هنا. كما قلت لكم هذا الموقع خاص الذي سوف نقوم بإنشائه، هو خاص بالأبيكا الخاصة بكل تطبيق أو بأي برنامج. المهم اخترنا تطبيق الواتساب. نقوم بنسخ كلمة واتساب ميسنجر. ثم نقوم بإضافتها هنا في العنوان. قمنا بإضافتها في العنوان. هنا نقوم بإضافة كوبي، ثم نقوم بإضافة كولي هنا، ونقوم بتوسيط العنوان، ثم نقوم بتكبيره، ثم نقوم نختار عنوان فرعي، ثم نختار كبير، ثم نقوم بالنزول. من هنا نختار الكتابة من اليسار حتى تصبح باللغة الإنجليزية من هنا، ثم نقوم بجلب التدوينة الخاصة أو نقوم باختيار صورة. أولا نقوم بأخذ هذه الصورة، نقوم بأخذها ونقوم بإضافتها على الحاسوب الخاص بنا، ليس بهذا الشكل. نقوم مثلا بالبحث على تطبيق الواتساب أو اللوجو الخاص بالواتساب. عفوا، ونقوم بعمل PNG. نقوم بكتابة أمام كل تطبيق أو برنامج، نقوم بكتابة PNG حتى يظهر معنا اللوجو بصيغة PNG. نبحث على الصورة بصيغة PNG، ننتظر حتى تظهر معنا الصورة إذا كانت بصيغة PNG أو لا. ننتظر قليلا حتى نراه إذا كانت الصورة PNG. كما تشاهدون هنا ليس هنا بصيغة PNG لأنها وراءها مربعات كما تشاهدون. إذا كانت الصورة ليست PNG يمكنك الدخول إلى هذا الموقع. عفوا، من هنا ها هو الموقع، تدخل له، ها هو الرابط، تدخل له وتقوم بتحويل الصورة إلى PNG. ندخل إلى الموقع الآن الذي يقوم بتغيير الصور إلى PNG، ونقوم فقط بالنقر على Upload Image، وسوف أوتوماتيكيا يتم تحويل لك الصورة إلى صيغة PNG. المهم نقوم الآن بأخذ الصورة، ها هي الصورة وجدناها على جوجل بصيغة PNG، نقوم بأخذها هكذا، أصبحت موجودة على الحاسوب، ثم نقوم بالذهاب إلى التدوينة ونقوم بإضافة الصورة. نقوم بإضافة الصورة هنا، نقوم بالنقر على هنا ونقوم بإضافة الصورة. نقوم بإضافة الصورة في التدوينة، نقوم بالنقر عليها، نقوم بتسميتها. أولا قبل أن تضيفها أنت تقوم بتسميتها هنا واتساب، قبل أن تقوم برفعها على التدوينة تقوم بتسميتها. أنا حتى لا أطيل في الفيديو أريكم فقط. ثم تقوم بالنقل عليها وتقوم بالنقل على خصائص حتى تعطيها كلمات دلالية أو تعطيها كلمات دلالية كما قلت لكم، حتى تظهر في محرك البحث مباشرة هذه الصورة. ثم تقوم بالنقل عليه، يمكنك النقل على حجم الأصلي تكبيرها، أو النقل على كبيرة جدا، أو النقل على أو النقل عليها وتصغيرها، متوسط، تنقل على متوسط بهذا الشكل. ثم تقوم بإضافة تدوينة أسفلها، نقوم بالذهاب إلى التدوينة هنا ونقوم بأخذ هذه التدوينة، التدوينة الخاصة بالواتساب، نقوم بأخذ هذا فقط. يمكنك ترجمتها ومعرفة محتوى الكتاب قبل أن تقوم برفعها. تقوم بترجمتها كما قلت لكم على هذا الشكل، تعرف ما هو محتوى الكتاب، وإذا كان محتوى الكتاب جيد وجيد حتى تقوم بنشره، يمكنك إضافة تلك المقالة مباشرة. أولا قبل أن عندما تقوم بنسخ الكتاب من هنا، لا تقوم مباشرة بأخذ الكتاب والذهاب إلى المشاركة وإضافتها مباشرة، تقوم أولا بنسخها هنا حتى يتم حذف الأكواد الخاصة بذلك الموقع، وتقوم بنسخها وتتحقق من الكتاب كما قلت لكم أنها تدوينة خاصة بالواتساب، تتحدث على الواتساب أو تتحدث على ذلك البرنامج الذي سوف تقوم بتحميله. بعد ذلك تقوم بعمل كوبي، وإذا كنت تجيد اللغة الإنجليزية قليلا تقوم بالتعديل على المقالة. إذا كنت سوف تقدم على أدسنس، إذا كنت سوف تستعمل أدسنس فلا أنصحك بعمل كوبي كولي كما قلت لكم. إذا كنت سوف تستعمل أدسنس فلم يتم قبولك في أدسنس إذا قمت بنسخ المقالات وإضافتها في المدونة الخاصة بك. كما قلت لكم هنا يمكنك تغيير اللون، العنوان هنا، نقوم بإضافة المقالة هنا، يمكنك إضافة المقالة على هذا الشكل في الوسط، أو يمكنك جلبها هكذا على اليسار. بعد ذلك تقوم بالنزول إلى الأسفل، نقوم بالتوسيط ونقوم بإضافة كلمة نقوم أولا بالذهاب إلى رابط التحميل هنا، نقوم بالنقر على الليست، ثم قبل أن تقوم يمكنك تحميل الأبك من هنا الخاص بالتطبيق على البرنامج لرفع الملفات الخاص بك، وتقوم أو تقوم مباشرة بأخذ رابط هذا الأبك هكذا. تقوم بالنقر على هذا، نقوم بتحميلها وسوف أريكم. نقوم بتحميل البرنامج وسوف أريكم. نقوم هنا قبل حتى يتم تحميل البرنامج نقوم بكتابة كلمة داونلود هنا أسفل المقالة، نقوم بتكبيرها قليلا، ثم نقوم بعمل بولد هنا حتى تكون الكتابة كبيرة بهذا الشكل. ثم نقوم بعمل رابط هكذا وننتظر حتى يتم تحميل الأبك، وسوف أريكم طريقة أخذ الرابط الخاص بالأبك التي نقوم بتحميلها. ننتظر حتى يتم تحميل الأبك ونعود. بعد أن قمنا بتحميل الأبك نقوم بالتوجه ونفتح نافذة جديدة كما تشاهدون، ونقوم بالنقل على تيليشارجمون في الحاسوب الخاص بنا، وسوف نجد الأبليكا التي قمنا بتحميلها. نقوم بعمل بالنقل على يمين الفأرة، أو نقوم بالنقل على يمين الفأرة كما قلت لكم، وسوف تظهر معك هذه الخيارات. نقوم بعمل كوبي لينك أدرس، نقوم بعمل كوبي الأدرس دي لينك، أو نقوم بنسخ رابط التحميل. عندما نقوم بفتح على النافذة الجديدة ونقوم بعمل كوبي مباشرة، عندما تعطي لذلك الشخص هذا الرابط يتم تحميل البرنامج مباشرة كما قلت لكم. تقوم بتحميل ذلك البرنامج أو الأبليكا وتقوم بإعطائه رابط مباشر للأبليكا، ثم تقوم بتصغير نقوم بتصغير ذلك البرنامج عبر بيتلي حتى لا يكون العنوان طويل، يمكنك إضافة العنوان مباشرة كما تشاء. يمكنك حتى إذا كنت لا تريد استعمال بيتلي لتقصير الرابط، يمكنك إضافة هذا الرابط مباشرة هكذا، وتقوم بالنقر فتح على نافذة جديدة، ثم تقوم بالنقر حسنا. لا تقوم بإضافة نقوم بالنقر على تغيير. لا تقوم بإضافة سمة نو فلو، لأنك في الموقع الخاص بك هذه الأداة تقوم بإضافتها عندما تقوم بتوجيه رابط بالتوجيه إلى رابط خارجي أو موقع آخر، تقوم بإضافة سمة نو فلو. المهم نقوم كما قلت لكم، تقوم بكتابة التدوين بهذا الشكل الجميل. بعد ذلك صديقي الكريم، إذا كنت تريد أن تقوم بإضافة زر أجمل من هذا من كتابة كلمة داونلود، يمكنك الذهاب إلى اليوتيوب وكتابة طريقة إضافة زر التحميل على البلوجر، وسوف تجد العديد من الشروحات حول إضافة زر أجمل من هذه الكتابة بكثير. سوف تجد العديد من الفيديوهات كما قلت لكم في اليوتيوب حول طريقة إضافة زر تحميل أجمل من هذا من كلمة داونلود. إذا كنت تريد العمل بهذا الشكل فلا بأس، حتى إذا قمت بكتابة كلمة داونلود فلا بأس. المهم أن ذلك الشخص يدخل ويجد المراد الذي أو الهدف الذي دخل من أجله في هذه المقالة. المهم دائما تهتم بالتحديثات أو التحديث الأخير في الواتساب وكل شيء. دائما إذا كنت سوف تعمل في هذا المجال فأنت مختص به، فأنت سوف تكون مختص أو على دراية كبيرة بهذا المجال. قبل أن نقوم بكتابة إضافة تسميات هنا كما تشاهدون، هذا هو القالب الذي سوف نعمل عليه، فارغ ما زال فارغا. كيف سوف تقوم بإضافة التدوينة؟ سوف تقوم بإضافتها في قسم الابليكيشن. إذا كانت تدوينة خاصة بالألعاب، تطبيقات الألعاب أو برامج الألعاب، سوف تقوم بإضافتها في الألعاب، أو سوف تقوم بإضافتها في الفوتوغراف. هناك العديد من ميوزك، اوديو، كما تشاء. طريقة إضافة المقالة، نقوم اولا بالنقل على نشر مباشرة هكذا. قبل ان نقل على نشر، عفوا نسيت شيء، نقوم بالنقل على تعديل. هنا سوف تجد رابط ثابت، تنقل على رابط ثابت ثم تنقل على تم. أنا نسيت أن أقوم بذلك في التدوينة الموالية، سوف أريكم ذلك. المهم تقوم بالنقل على النشر هكذا حتى أريكم كيف تظهر التدوينة. كما تشاهدون ها هي التدوينة ظهرت معنا في آخر التحميلات. نقوم بالنقل عليها ونرى كيف تظهر التدوينة بهذا الشكل. تظهر التدوينة، يمكنهم مشاركة ذلك عبر الفيسبوك وتويتر كما تشاء. ينقل على الداونلود هنا وسوف يوجهه مباشرة، سوف يتم تحميل له البرنامج مباشرة كما تشاهدون. المهم الآن طريقة التعديل على الأقسام سهلة جدا. كل ما عليك صديقي الكريم أن نقوم أولا بالتعديل على هذه الأقسام هنا. نقوم بالتوجه إلى المظهر، ثم نقوم بالنزول وسوف نجد كلمة تعديل HTML. نقوم بالنقل على Ctrl F وسوف تنبثق لك نافذة هذه الواجهة. تقوم بكتابة على سبيل المثال فوتوغراف، نقوم بكتابة كلمة فوتوغراف، نقوم بكتابة أي شيء من هذه الأقسام، المهم أننا نقوم بكتابة كلمة منها. فوتوغراف على هذا الشكل، ثم نقوم بالبحث عليها. الكلمة صحيحة أو خط فوتو، هنا الكلمة كبيرة. نقوم بالبحث عليه، نقوم بنسخها مباشرة على هذا الشكل، ثم نقوم بعمل كولي ونقوم بالبحث عليها. نقوم بالنقل على أونتري وسوف تظهر معنا الكلمة. قم بنسخها مباشرة، لا تقوم بكتابتها. وسوف تظهر معنا الأقسام كما تشاهدون، ها هي الأقسام. طريقة التعديل سهلة جدا، لم تتعب على أي شيء. طريقة التعديل سهلة جدا، كل ما عليك صديقي الكريم نقوم بفتح نقوم بعمل هكذا، نقوم بفتح المشاركات على هذا الشكل على نافذة جديدة. شاهد معي ماذا سوف نقوم بفعله. شاهدوا معي، كل ما عليك صديقي الكريم أن تقوم بالنقل على التعديل للمقالة التي قمنا بكتابتها، أو لا تقوم بالنقل على التعديل. يمكنك النقل إذا كنت لم تقوم بإضافة مقالات في الأول، تقوم بالنقل على مشاركة جديدة، ثم تقوم بالنقل على تكتب أي شيء هنا، تكتب أي شيء، وبعد ذلك سوف تقوم بحذف هذه المقالة، ليس مهم. نقوم بالنقل على تسميات، ونقوم بالذهاب إلى هنا، نعود إلى القالب، نقوم بعمل كوبي لكل القائمات. القائمة العلوية نقوم بعمل لها كوبي، ثم نأتي إلى هنا إلى الجوجل ترادكشن، ونقوم أمامها بعمل فاصلة بهذا الشكل أمام كل قسم. نقوم بعمل فاصلة على هذا الشكل. أنت تقوم بتسمية الأقسام كما تشاء، كما قلت لكم سوف أريكم تغيير الأقسام. نحن الآن نقوم بعمل تسميات للأقسام التي سوف نقوم بإضافة داخلها التطبيقات. نقوم بعمل لها كوبي، نعود إلى التدوين، ثم نقوم بإضافتها في التسميات، ثم نقوم بالنقل على تم، ثم ننقل على النشر. سوف نقوم بحذف هذه التدوينة لاحقا. نقوم الآن بالعودة إلى القالب، ثم نقوم بعمل ريفريش للصفحة. سوف نجد أن التسميات تم إضافتها هنا، شاهدوا معي. الآن نقوم بجلب هذا إلى اليمين، إلى اليسار هنا، و عفوا أصدقائي الكرام. بعد ذلك نقوم هنا مكان كل علامة الدياس أو الشباك، مكان هذه العلامة، شاهدوا معي، سوف نقوم بإضافة الأقسام. كل ما عليك صديقي الكريم، مثلا قسم الابليكيشن هنا، اسمها قسم الابليكيشن، سوف تجد قسم تقوم بالنقل أو عمل هكذا فوقها، وتقوم بفتحها على نافذة جديدة، تقوم بأخذ اسم كوبي للقسم، ثم تقوم بإضافة رابط قسم الابليكيشن مكان ذلك الشباك أو مكان علامة الدياس. بنفس الطريقة تقوم بإضافة الجيمز أيضا، تقوم بالذهاب إليها، تجدها هنا، تقوم بفتحها وتقوم بأخذ الرابط الخاص بها، تقوم بحذف كلمة الشباك هذه، تقوم بحذفها. بعد ذلك تقوم بعمل كولي مكانها للرابط الخاص بالجيمز. بنفس الطريقة تقوم بإضافة الأقسام الأخرى. فوتوغراف تجدها على هذا الشكل، تقوم بفتحها، تقوم بإضافة القسم الخاص بها. تقوم بحذف الشباك أو علامة الدياس، ثم كولي. حتى لا أطيل عليكم في الشرح، أرجو أن الفكرة وصلتكم. هنا لماذا قمنا بإضافة هذه الروابط؟ حتى نقوم بإضافة داخلها التطبيقات مباشرة، التسميات. كما قلت لكم يمكنك تغيير الأقسام من هنا، تغيير أسامي الأقسام، يمكنك حذف الأقسام وتسميتها أقسام أخرى، تقوم بتغييرها إلى أقسام أخرى، وتقوم بإضافة لها كما قلت لكم تسمية، وتقوم بأخذ رابط تلك التسمية وتقوم بإضافتها هنا مكان علامة الشباك. كما قلت لكم أنا قمت بإضافة 3 أقسام فقط، الجيم والابليكيشن والفوتوغراف. حتى لا أطيل عليكم في الفيديو، نقوم بالنقل على حفظ. بعد إكمال كل التعديلات نقوم بالنقل على حفظ. الآن نعود إلى التطبيق الخاص بنا، الموقع الخاص بنا. نقوم بعمل ريفريش. عندما ننقل على ابليكيشن يوجهنا مباشرة إلى قسم الابليكيشن، أصبح لدينا رابط داخل المدونة. ثم ننقل على قسم الجيم حتى نرى، سوف نجد أن تم إضافة قسم للجيمز. ماذا يعني ذلك؟ شاهدوا معي. نعود إلى مشاركة. عندما المشاركة التي قمنا بإضافتها في الأول الفيديو نقوم بالنقل على تعديل. الآن ننقل على تسميات. هذه التدوينة التي قمنا بكتابتها على الواتساب هي الخاصة بالابليكيشن. نقوم بالنقل على ابليكيشن، نجد في آخر الرابط كلمة ابليكيشن، نقوم بعمل كوبي. هذا هو القسم الخاص بالابليكيشن. ثم نقوم بكتابة تسمية الابليكيشن هنا ونقوم بالنقل تم، يمكنك كتابتها مباشرة بدون عمل كوبي. ثم ننقل على التحديث وسوف نجد التدوينة. نقوم بعمل ريفرش وسوف نجد تم إضافة التدوينة كما تشاهدون إلى قسم الابليكيشن. أرجو أن الفكرة وصلتكم. إذا كنت سوف تضيفها في قسم إذا كنت سوف تقوم بإضافة لعبة مثلا في الجيمز، مثلا لعبة على هذا الشكل، نقوم بالولوج إلى الموقع الذي أخذنا منه، نقوم بالولوج إلى الجيمز هنا، نقوم بأخذ أي لعبة مباشرة. أي لعبة ليست بالعربية نقوم بأخذ لعبة بالإنجليزية. يمكنك أخذ اللعبة بالعربية وتحويلها إلى اللغة الإنجليزية بالمترجم كما تشاء. كولي. نقوم بتوسيطها. اللون والشكل أنت تهتم به، تهتم بالشكل والتكبير. أنا حتى لا أطيل عليكم في الفيديو أوريكم فقط. تقوم بإضافة صورة اللعبة. صورة اللعبة أين هي؟ صورة اللعبة ها هي، نبحث عليها في حتى نبحث عليها في جوجل. يلا PNG، نسيت كلمة PNG. تقوم بكتابة كلمة PNG أمامها وتبحث على اللوجو الخاص باللعبة، سوف تجد اللوجو الخاص بها. أو يمكنك إذا لم تجد لوجو جميل للعبة يمكنك تحويل لوجو كما قلت لكم عبر الموقع الذي أريتكم إياه. تقوم بتغيير اللوجو إلى PNG، ها هي بصيغة PNG. أقوم بأخذها إلى الحاسوب وأقوم بإضافتها في التدوينة مباشرة حتى لا أطيل عليكم في الفيديو. يلا كما قلت لكم تقوم بتسميتها على الحاسوب. هنا تقوم بتغيير تسمية اللعبة باسم اللعبة. هنا حتى لا أطيل عليكم في الفيديو كما قلت لكم قبل تحميلها. ثم تنقل على الصورة، تقوم بإضافة لها خصائص من هنا. وتقوم بجلب لها مقالة، المقالة الخاصة بها. المقالة لا توجد مقالة. إذا لم تجد مقالة على اللعبة هنا تبحث عليها في جوجل. تبحث على مقالة خاصة باللعبة. المهم تبحث على مقالة خاصة باللعبة. أنا سوف أقوم بنسخ هذا، عفوا، لا إله إلا إله. الحمد لله أنها الحمد لله أنني قمت بنسخها. أقوم بإضافتها هنا وأرى لقد وصلت اللحظة لا 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 بلا بلا بلا. المهم تقرأ الكتابة، وإذا كنت تريد قليلا التعديل على اللغة الإنجليزية تقوم بالتعديل على الكتابة. نقوم بإضافة الكتابة هنا كبيرة قليلا، ثم ننقل على عادي، نقوم بإضافة الكتابة من هنا، نقوم بحذف هذه البلود حتى لا تكون كتابة كبيرة، ونقوم بإضافتها من هنا إلى اللغة الإنجليزية. من هنا بهذه العلامة نقوم بإضافة اللغة الإنجليزية على هذا الشكل. أنت تقوم بكتابة التدوينة التي تشاؤها، تقوم بكتابة داونلود كما أريتكم، أو تقوم بالبحث على لوجو جميل لكلمة داونلود وتقوم بإضافته هنا زر التحميل، وتقوم بإضافة اللعبة عبر الرابط الذي أريتكم إياه وتقوم بإضافته. حتى لا أطيل عليكم في الفيديو تقوم بالنقل على التسميات، تأتي إلى القسم الخاص بالتسميات الذي قمت بتسميته، وسوف تجد جيمز في الأخير. بعد هذه العصا سوف تجد اسم القسم وتقوم بإضافته في الجيمز عبر التسميات. تنقل على رابط ثابت، دائما رابط ثابت، ثم تنقل على تم، ثم تنقل على النشر، وسوف تجدها في قسم الجيمز. نقوم بإعادة توجيه الصفحة وسوف نجد الأبيكا تم إضافته. الآن ماذا بقي لنا؟ الجيمز والابليكيشن. هنا سوف نقوم بإضافة لها روابط. نقوم بالنقل على المظهر، ونعود إلى التعديل HTML. ثم نقوم بالبحث على كلمة games أو application، المهم واحدة منهم نقوم بالبحث عليها games على هذا الشكل، وننقل على انترير وسوف نجدها. نجد قسمين كما تشاهدون، الخاصة بالapplication والgames. هنا مكان الشباك نقوم بإضافة القسم الذي قمنا بإضافته في الapplication هنا والgames. نأخذ هذا الرابط الخاص بالقسم ونقوم بإضافته هنا، وبنفس الطريقة تقوم بإضافة الجيمز هنا. من هنا تقوم بأخذ رابط الجيمز وتقوم بإضافته مكان الشباك هنا، وتنقل على حفظ. حتى لا أطيل عليكم في الفيديو لا تترك أي قسم فارغ، كما قلت لكم لا تتركوا الأقسام فارغة. عندما ينقر ذلك الشخص على الابليكيشن يوجهه إلى الابليكيشن والتطبيقات الخاصة بالابليكيشن. طريقة حذف الشعار من هنا وإضافة شعارك، تنقل على التخطيط، هنا رمز الإعدادات المفضلة تنقل على التعديل هنا وتقوم بتغيير هذا اللوجو البرتقالي الخاص بالبلوجر. تقوم بالنقل على شوازي انفيشي، تختار صورة صغيرة بهذا الحجم وتقوم بالنقل على حفظ، وسوف يتم تغيير اللوجو البرتقالي. ماذا هناك؟ كما قلت لكم. بعد ذلك سوف تجد هنا الهايدر، تقوم ب سوف تجد اللوجو الخاص بهذا الموقع، تقوم بالنقل على إزالة الصورة ثم تقوم بالنقل على شوازي انفيشي وتقوم بتحميل صورتك أو اللوجو الخاص بالموقع الخاص بك. ماذا بقي لنا؟ بالنسبة للإعلانات سوف أريكم ذلك. نقوم بحذف هذه التدوينة الفارغة التي قمنا بإضافة من خلالها التسميات، نقوم بالنقل على حذف. لا تترك أي مقالة بدون صورة حتى لا تظهر بهذا الشكل. يا الله، ماذا بقي لنا هنا؟ هنا السلايدر شو مثلا. ماذا تريد أن تقوم بإضافة في السلايدر؟ التطبيقات الخاصة بالابليكيشن أو الجيمز أو الخاصة بالفوتوغراف أو الميوزك أوديو كما تشاء. واحدة من هذه الأقسام يجب أن تكون ممتلئة يجب أن تكون بها التطبيقات أو البرامج. نقوم مثلا بإضافة قسم التطبيقات على سبيل المثال. نقوم بأخذ اسم القسم ونقوم بإضافته هنا. ندخل إلى التخطيط، عفوا إلى التخطيط، وسوف نجد هنا نجد اسم القسم هنا، عفوا اسم السلايدر هنا كما تشاهدون، ها هو سوف نجده هنا. نقوم بالنقل على تعديل ونقوم بإضافة مكان هذه الكتابة، نقوم بإضافة كولي لكلمة اسم القسم الخاص بالابليكيشن أو أي قسم آخر. عندما نقوم بالنقل على عرض المدونة مجددا سوف يتم إضافة الألعاب أو التطبيقات الخاصة الموجودة على قسم الابليكيشن. أنا فقط قمت بإضافة تطبيق الواتساب فقط كما أريتكم. هنا التطبيقات المفضلة وهنا الألعاب المفضلة. تقوم بنفس الطريقة بالنزول إلى الأسفل، سوف تجد التطبيقات المفضلة وسوف تجد الألعاب المفضلة. تقوم بالنقل على التعديل وتقوم بإضافة اسم القسم. سوف أقوم بإضافة الابليكيشن كما هي، لدينا فقط قسم الابليكيشن والجيمز، وهنا سوف نقوم بإضافة قسم الجيمز. تقوم بأخذ رابط قسم الجيمز هنا، عفوا، كما قلت لكم. لا تترك أي قسم بدون تعديل له اسم قسم له. تقوم بالنقل على هنا، تقوم بإضافة الألعاب المميزة والتطبيقات المميزة. عندما يدخل ذلك الشخص سوف تظهر معك التطبيقات والألعاب. تم إضافة الألعاب هنا والتطبيقات المميزة هنا كما قلت لكم. هنا أصدقائي الكرام الإعلانات هنا أفضل أن تقوم بحذفها. تترك فقط التطبيقات الشائعة هنا، التطبيقات الشائعة، المنشورات الشائعة هنا تتركها. وهنا أنصحكم بحذفها هذه البلوج والتسميات هنا تقوم بحذفها من هنا. تنزل إلى الأسفل سوف تجدها اسم البلوج اكتيفيت، تقوم بحذفها حذف وسوف يتم حذفها من وهنا التسميات تقوم بحذف. بعد إضافة الأقسام تقوم بحذفها هذه التسميات، تقوم بحذفها بعد إضافة الأقسام في الأخير، تقوم بحذفها لأنها لم تعطي مظهر جيد للقالب. شاهدوا معي الآن أصبح القالب أجمل بعد حذف ذلك. ماذا بقي لنا؟ التعديل على الأقسام وإضافة السلايدر وإضافة التطبيقات داخل التطبيقات الشائعة، التطبيقات المشهورة والجيمز المشهورة. نقوم بإضافة الإعلانات، أقوم بأخذ رابط المدونة وأقوم بالذهاب إلى هذا الموقع الخاص بالإعلانات حتى أخذ منها الإعلانات. أنا لا أنصحكم باستعمال هذا الموقع للحصول على إعلانات للربح منها، لأنه موقع لأن هذا الموقع استعملته من قبل وليس جيد. أنا سوف أستعمله فقط للحصول على كود إعلاني لأشرح لكم به فقط. أقوم بشرب الماء حتى يتم فتح هذا الموقع. يا الله، نقوم بالنقل على فيريفي. الحمد لله، نقوم بالنقل على ساين ان ونقوم بفتح الموقع. هذا الموقع يدفع بالبيتكوين، لكن أنا لا أنصحكم باستعماله لأنه استعملته على العديد من المواقع الخاص بي ولا يعطي أرباح جيدة. يقول لك قم بإضافة رابط المدونة الخاصة بك حتى تستطيع الحصول على إعلان. نقوم بنقل على كريت اد، أخذ الإعلان الآن. بعد ذلك نتوجه إلى الموقع أو التخطيط. سوف نجد هنا كود هير، اد كود هير، أي إعلان. هنا سوف تجد الإعلانات هنا بهذا الشكل. سوف تجد حجم الإعلان الأول هنا 1100 في 250، وتجد نفس المقياس هنا الإعلان الوسط التدوينة، وهنا إعلان وسط التدوينة. وسط التطبيقات تقوم بحذف هذه وتقوم بإضافة الإعلان. يمكنك حذف هذا، يمكنك حذفها أيضا، وتقوم بالنقر على حذف وسوف يتم إضافة الإعلان. شاهدوا معي، سوف يتم إضافة الإعلان. تم إضافة الإعلان هنا في الوسط. شاهدوا معي إعلان هنا بهذا الشكل. بنفس الطريقة تقوم بإضافة الإعلانات الأخرى بالمقياس هنا. ماذا بقي لنا بالنسبة للإعلانات داخل المقالة؟ إعلانات داخل المقالة نقوم بالنقر على سبيل المثال هذا المقالة، نقوم بالنقر عليها أو نقوم بحذفها عبر المشاركات. إعلانات داخل المقالة تقوم بإضافة هذا الكود. على ما أعتقد هناك كود وسط المقالة نبحث عليه. ندخل إلى ال HTML المظهر هنا، ثم ندخل إلى ال HTML ونبحث على ذلك الكود. تعديل HTML، نبحث على هذا الكود. سوف تجد العديد من الأكواد منه، كما تشاهدون هناك 4 أكواد في هذا الموقع أو في هذا القالب. تبحث على الكود المناسب تبحث على كود على سبيل المثال هذا الشكل. تقوم بإضافة أسفله أو فوقه الإعلان الذي سوف تقوم بجلبه من أدسنس أو من أي موقع آخر. تقوم بإضافة الإعلان أسفل ذلك الكود. تقوم بتجربة الأكواد، كل الأكواد تقوم بتجربتها. على سبيل المثال نقوم بتجربة هذا هذا الكود أمامكم. تقوم بإضافة فوقه الإعلان هنا وأسفله الإعلان حتى يظهر الإعلان فوق المقالة وداخل المقالة. وننقر على حفظ المظهر. إذا لم يكن هذا هو الكود، أنت تقوم بالبحث على الكود بنفس الطريقة وتقوم بإضافة داخله الإعلان. لم تظهر معنا الإعلانات، ليس هذا هو الكود. إذن نقوم بحذف الإعلان مباشرة هكذا، لا تترك أي فراغ. نقوم بحذف الكود هكذا، من هنا من الآي فريم إلى الآي فريم، ثم ننقر على حفظ المظهر حتى لا يتلخبط معنا القالب، ونذهب ونبحث على الكود الموالي ونقوم بتجربة ذلك معه بنفس الطريقة. وننقر على حفظ المظهر ونرى إذا كان الإعلان سوف يتم إضافته ولا لا أو لا. لم يتم إضافة الإعلان داخل المقالة. إذن كما قلت لكم، تبحث على المكان الذي تقوم بحذف ذلك الإعلان إذا كان لا يوجد لم يظهر معك الإعلان في ذلك الكود الأول أو الثاني. تقوم بحذف الإعلان وتقوم بالنقل على حفظ المظهر وتبحث على الكود الموالي وتقوم بإضافة أسفله الأكواد حتى تظهر معك الإعلان داخل المقالة. الآن ماذا بقي لنا؟ كل شيء تمام التمام. ماذا بقي لنا؟ بقيت لنا فقط هذه الأقسام، هي الكونتاكت والسياسة الخصوصية والإعلان داخل الموقع والسيت ماب والأباوت. تقوم بالبحث مثلا على أحد تلك العناصر داخل القالب سيت ماب على هذا الشكل. نقوم بكتابة سيت ماب. لماذا قمنا بكتابة سيت ماب؟ لأنه يوجد قسم سيت ماب هنا. نقوم بالبحث عليها. سيت ماب نقوم بالبحث عليها، نقوم بالنقل على أونتري وسوف تجد الأقسام هنا. ها هي الأقسام الخمسة أو الستة، كم قسم هنا؟ 5 أقسام. ومكان علامة الشباك تقوم بإضافة الصفحات هنا. يمكنك حذف أي قسم منهم من هنا. على سبيل المثال لا تريد قسم الأباوت هنا، تقوم بحذفه من هنا إلى هنا، تقوم بحذفه على سبيل المثال على هذا الشكل. أو سيت ماب لا تريدها، تقوم بحذفه هذا القسم. هنا الإعلان داخل الموقع نقوم بحذفه. تترك فقط مثلا على سبيل المثال الكونتاكت والسياسة الخصوصية، وتقوم بإضافة الصفحات داخل مكان علامة الشباك هنا. بالنسبة لإنشاء الصفحات وطريقة إنشاء الصفحة، تدخل إلى الصفحات هنا وتقوم بإنشاء صفحة جديدة وتقوم بتسميتها كونتاكت وسياسة الخصوصية. حتى لا أطيل في الفيديو، وصلنا إلى ساعة حاليا. سوف أقوم بالتوجه إلى الجوجل درايف الخاص بي وأريكم طريقة إضافة سياسة خصوصية. ليس مهم الوقت، ليس مهم، المهم أنكم تقوم بإضافة لي لايك للفيديو إذا وصلت معي إلى هنا. أقوم بجلب سياسة خصوصية على ما أعتقد لدي على الحاسوب. هناك اتصل بنا باللغة الإنجليزية موجودة. ليست موجودة سياسة خصوصية، أين هي؟ سوف أقوم بتحميلها من جوجل درايف ملفاتي. يا الله يا كريم، سياسة خصوصية واتصل بنا. هنا بالعربية هنا باللغة الإنجليزية، سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية، أنقل عليها وأقوم بتحميلها أو نقوم بنسخها مباشرة. يمكنك أن تقوم بنسخها، نقوم بنسخها مباشرة. كنترول A، كنترول A بنفس حتى يتم نسخ كل الأكواد. ثم كنترول C، كنترول A من أجل نسخ الأكواد، وكنترول C حتى يتم عمل نسخ للكود. كنترول C. بعد ذلك تتوجه إلى هنا، تنقل على صفحة جديدة، تقوم بكتابة سياسة الخصوصية. هنا تقوم بكتابة سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية. هنا تقوم بأخذ هذا الرابط، أو تقوم بنسخ هذه الكلمة، أو تقوم بكتابتها باللغة الإنجليزية. تقوم بكتابتها هنا حتى لا أطيل عليكم في الفيديو. تقوم بتسميتها سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية. هنا اسم الصفحة، وهنا تقوم بالنقل على HTML، وتقوم بإضافة ذلك الكود الذي قمت بنسخه وتنقل على تأليف. سوف تظهر معك صفحة سياسة الخصوصية. هنا تقوم بإضافة مكان اسم your site name، يعني أنك تقوم بكتابة اسم الموقع الخاص بك. هنا مكان كلمة اسم الموقع الخاص بك، دائما تقوم بكتابة مكان كل كلمة your site. تقوم بكتابة اسم الموقع الخاص بك مكان كل الكتابة الحمراء. هنا تقوم بكتابة الإيميل الخاص بك. هنا إذا كنت تريد إيميل تقوم بكتابة الإيميل فقط. تقوم بتغيير your site name، وتقوم بالنقل على خياراتي، ثم تقوم بعدم السماح حتى لا يتم التعليق أسفل سياسة الخصوصية، ثم تنقل على تم، ثم تنقل على النشر. قمنا بإنشاء صفحة سياسة الخصوصية. كما قلت لكم تقوم بتسميتها سياسة الخصوصية باللغة الإنجليزية. هنا بعد ذلك تقوم بالنقل على صفحة جديدة، تكتب اتصل بنا هنا باللغة الإنجليزية أو كونتاكت. تقوم بكتابة نفس هنا تقوم بكتابة كونتاكت. هنا اسم الصفحة، وتقوم بجلب الكود الذي سوف أضعه لك أسفل الفيديو. تقوم بنسخه، وتقوم بحذف الأكواد، وتقوم بالنقل على كل تأليف، وتنقل على خيارات عدم السماح، وتنقل على تم، ثم تنقل على النشر. وسوف ترى الشكل. شاهدوا معي الشكل. هذا هو الشكل. شاهدوا معي تم إضافة الإعلانات داخل المقالة. كما قلت لكم الكود الذي قمنا بإضافته سابقا هو كود الإعلان داخل المقالة. شاهدوا معي أصبحت الإعلانات الآن موجودة. ربما عندما قمنا بإضافته داخل القالب داخل HTML لم يظهر معنا في الأول. بعد ذلك ظهر معنا. شاهدوا معي الكود، نفس الكود هو هذا الكود الذي قمنا بالبحث عليه داخل المقالة، كود داخل إعلانات داخل المقالة. المهم هنا يقوم بكتابة اسمه والإيميل، ويتصل بك، يرسل لك رسالة. هنا يكتب لك رسالة، ثم ينقل على سند، وسوف تصلك رسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بإنشاء به المدونة. تقوم بأخذ رابط سياسة الخصوصية وصفحة اتصل بنا التي قمت بإنشائها، وتتوجه إلى المظهر وتبحث على الكونتاكت والسياسة الخصوصية، وتقوم بإضافتها داخل علامة الشباك التي أريتكم إياها، أو علامة الدياس. كونتاكت، هذا القسم. نبحث عليها وسوف نجدها. هنا قمنا بحذفها، نقوم بحذف هذا وهذا، نقوم بحذفهم الأكواد، هذه الأكواد. نقوم فقط بحذف الرابط من هنا إلى هنا دائما فقط، ونقوم بإضافة مكان الكونتاكت، عفوا مكان هذه العلامة الديس، نقوم بإضافة رابط الصفحة التي قمنا بإنشائها الخاصة بالصفحة اتصل بنا. الصفحات نقوم بفتح الصفحات على نافذة جديدة، نقوم بأخذ رابط الكونتاكت ورابط سياسة الخصوصية ونقوم بإضافتهم داخل علامة الشباك هنا، عفوا هنا مكان علامة الشباك، ونقوم بالنقل على حفظ المظهر، وسوف يتم إضافة الروابط داخل تلك التدوينة هنا، نقوم بالنقل عليها الآن. نعيد توجيه الصفحة وننقل على كونتاكت، تم إضافة كونتاكت فقط وسياسة الخصوصية، ونقوم بالنقل على كونتاكت وسوف يوجهنا مباشرة إلى هنا. شاهدوا معي، الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، وصل الفيديو إلى ساعة، أرجو أن الفيديو نال إعجابكم، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.